نشرة إخبارية من التلفزيون الجزائري، أهلا بكم. المستهل بملف الرئاسيات، حيث تدخل الحملة الانتخابية اليوم أسبوعها الثاني بتنشيط تجمعات شعبية ولقاءات جوارية عبر مختلف ولايات الوطن لعرض البرامج الانتخابية للمترشحين. نشط مرشح جبهة القوى الاشتراكية يوسف أوشيش نشط تجمعا شعبيا بولاية شلف غطته سونيا غاسي. في ولاية شلف تطرق المترشح يوسف أوشيش خلال تجمع شعبي إلى مؤهلات هذه الولاية، حيث أكد أن لها نصيب ضمن برنامجه الانتخابي على غرار الولاية الأخرى. اليوم حبيت نتكلم على ولاية شلف التي يجب نشوفها بنظرة مغايرة، لأنني وأنا أزور هذه الولاية في الكثير من المرات. الصورة الأولى التي تأتي في الأذهان هو أن ولاية شلف ولاية مهمشة، أن ولاية شلف ما تستفيدش من المشاريع مثلها مثل كافة الولايات الوطنية الأخرى. لذا احنا في برنامجنا الاقتصادي نلتزم بتكريس مبدأ تكافؤ الفرص في التنمية الاقتصادية، ونلتزم بخلق أقطاب اقتصادية ذات أبعاد إدارية لتنمية هذه المناطق، وولاية شلف يمكن أن تكون من بين هذه الأقطاب الاقتصادية المتكاملة بتطوير سياسة زراعية حقيقية وتطوير صناعة تحويلية تتماشى مع المقومات والمؤهلات الزراعية للمنطقة. ولاية شلف اليوم تقع بين عاصمتين، عاصمة البلد الجزائر العاصمة وعاصمة الغرب الجزائري وهران. ولاية شلف تتوفر على مؤهلات ومقومات طبيعية يجب أن نأخذها بعين الاعتبار في تستير برامجنا التنموية. المترشح يوسف أوشيش أكد أن في برنامجه رؤية قد ركز على القطاعات ذات الأهمية والتي رسم لها استراتيجية خاصة سيجسدها في حال انتخابه رئيسا على غرار الزراعة الصناعة والسكن. الأحزاب الداعمة للمترشح الحر عبد المجيد تبون نشطت تجمعات شعبية في عدد من ولايات الوطن رصدتها فوزية تاج. توافق للأحزاب الداعمة للمرشح الحر عبد المجيد تبون، أفلان، أراندي، جبهة المستقبل وحركة البناء الوطني حول رؤيته التي أساسها بناء اقتصاد قوي ومستدام. بجهد وإخلاص ونكون جدار أو جدار حصين وجبهة داخلية قوية لحماية بلادنا لحماية وطننا، ويواصل هذه المكتسبات ولكن عنده نظرة أكبر على الاقتصاد، لأنه يعلم أن السيادة تكون غير كاملة بدون اقتصاد سيد، اقتصاد كامل متكامل. الرجل عنده نظرة في تسيير اقتصادي، نظرة لبناء مؤسسات قوية، نظرة وهو عازم على تحول اقتصادي قوي يكون في مستوى الثروة عن فيها الجزائر. عندما أنهينا مبادرة التلاحم الوطني ما يقارب 11 جهة تحركت في وقت واحد، ولكن خطتهم فشلت عندما تم ترشيح حركة البناء الوطني لرئيس الجمهورية قبل أشهر. صوت الشعب والفجر الجديد أكدوا أن البلاد بحاجة إلى مواصلة ما تم إنجازه من مشاريع تنموية. استعدادنا على مواصلة المسيرة ماهوش عبثي ماهوش عفوي، مبني على واقع، على تحسين الإطار المعيشي. احنا نقول هذه بداية تحتاج إلى مواصلة في مسار التنمية. انتخابات 7 سبتمبر
أن تكون من أجل الدولة الجزائرية، من أجل الحفاظ على استقرار الدولة، ومن أجل ضمان المستقبل. المبادرة الشبانية نقترح ونصوت دعت إلى التصويت لصالح مرشح الشباب عبد المجيد تبون. انتخاب على مرشحنا بقوة حتى تكون نسبة نجاحه بحول الله تعالى نسبة كبيرة، تعطيه مصداقية مطلقة وتعطيه قوة كبيرة تجعلنا نقول له كلنا بصوت واحد: نحن معك لنقطف ثمار ما بدأته ولنواصل مع بعضنا البعض كأمة جزائرية. مرشح حركة مجتمع السلم عبد العالي حسان الشريف نشط تجمعا شعبيا بولاية المدية تابعه زكريا ميهوبي. مشروع فرصة يعالج الاختلالات الموجودة بتوجيه التنمية محليا لا مركزيا، حيث تراعى خصائص الإقليم وتمنح الفرصة للشباب بالقضاء على البطالة، صرح من مدية عبد العالي حسان الشريف. دولتنا رانا معها أكل، دولتنا دولتنا جميعا، دولتنا ما نفرطوش فيها جميعا، ولكننا رانا نتنافسوا على سلطة بلادنا من أجل الأفضل. كل واحد يقدم مشروع وإحنا نشوفه في مشروعنا هو الجراي، مشروعنا هو الفرصة على الجزائريين والجزائريات. لماذا يا إخواني؟ لأن هذا الظرف اللي نمر به يحتاج إلى التفاف كل جزائريين، لأن مشروعنا اللي قدمناه للجزائريين مشروع فيه فرصة للشباب وفيه فرصة للنساء وفيه فرصة للبطالين وفيه فرصة لكل فئات الهشة. أنا خلال تجوالي في الولايات اللي زرتها تلاقيت مع عدة فئات وعبروا لي على انشغالاتهم وحاولوا يلصقوا فيا تهمة، قال بلي هذا المترشح راح يحرم الشباب من منحة البطالة. إخواني أنا مشروعي هو معالجة مشكلة البطالة، ما نخليش الشباب بطال، أنا ندخل الشباب يخدم. أنا مشروعي نقول للشباب لازم نوجد لكم مناصب عمل، مسؤوليتي إذا ما انتخبتوا علي يا رئيس أنني نوفر مناصب العمل للشباب وأنني نقضي على البطالة. إذا ما انتخبتوا علي راح نحمي حقوق المرأة الماكثة في البيت ونساهم في إشراك المرأة في العملية الاقتصادية والسياسية والتنموية وندير منحة خاصة للمرأة. ومشروعي هو الفئات المختلفة المتقاعدين سواء كانوا مدنيين ولا عسكريين، المتقاعدين سواء كانوا من القطاع الخاص ولا من القطاع العام، نحمي لهم حقوقهم لأن هذه الفئة فئة مهمة، وهذه الفئة تتغذى وتخلص من صندوق التقاعد. لازم احنا في مشروعنا تطوير لكل الصناديق تاع الضمان الاجتماعي وتاع التقاعد والصندوق غير الأجراء. ودعا مرشح حركة حمس المواطنين إلى الاصطفاف مع مصلحة الوطن بمشاركة شعبية في الانتخابات الرئاسية والتصدي لكل ما يمس تماسك الشعب الجزائري، مضيفا أنه يدعم الحريات الأساسية والنقابية. تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، أبحرت صباح اليوم الباخرة الناقلة البترولية الجزائرية إنكر صوب دولة لبنان الشقيقة في رحلة تدوم 6 أيام بعد أن تمت شركة سوناتراك بميناء سكيكدا عملية شحن أولى كميات الفيول والمقدرة بحوالي 30,000 طن على متنها. هذه المبادرة التضامنية تأتي لتدعيم لبنان بالطاقة ومساعدته على تجاوز أزمته الحالية في خطوة تعكس عمق العلاقات التي تجمع الجزائر ولبنان. ضمن برنامج تكوين المؤسسات الناشئة بالخارج وقصد اكتساب الخبرات الدولية في هذا المجال، توجهت اليوم بعثة مكونة من 30 مؤسسة ناشئة مختصة في عدة مجالات تكنولوجية إلى كوريا الجنوبية. يستفيد فيها المشاركون من زيارات لمختلف مراكز البحث والجامعات والمسرعات والشركات الناشئة، ما سيسمح بتبادل الخبرات والمعرفة والاطلاع على آخر التكنولوجيا والتقنيات وكذا البحث عن فرص تمويل وشراكة.
المؤسسات الناشئة الجزائرية تقدر تحتك ببيئات ريادية جد متطورة في العالم، ويقدر يكون تبادل خبرات وأيضا فرص عمل وشراكة مع هذه البيئات. كوريا الجنوبية معروفة بتطورها التكنولوجي وبشركاتها العملاقة يعني في المجال التكنولوجي وفي البحث والتطوير خاصة، اللي هي تقدر تسمح لنا نستفاد من الخبرة تاعهم وتعاوننا باش نطوروا حتى من مؤسساتنا الناشئة. إن شاء الله تكون فرصة أنه إحنا ندخلوا الأسواق الخارجية عن طريق هذا البرنامج، وتكون عندنا شراكات معهم في كوريا الجنوبية. فرصة جيدة جدا لتطور الشركات الناشئة في الجزائر، هو عبارة عن تبادل خبرات جد جد مهمة، خاصة في مجال اللي هو مجال تربية المائيات. وقف وزير الفلاحة والتنمية الريفية يوسف شرفة اليوم ببلديتي خميستي وسيدي راشد بولاية تيبازا على بعض المشاريع والمستثمرات الفلاحية، ملتزما أمام الفلاحين باستكمال تسوية كل الوضعيات العالقة، كما وضع ببلدية الناظور حجر الأساس لمشروع إنجاز مركز جواري لتخزين الحبوب بقدرة 5000 طن. عندنا فرصة بنوضع حجر أساسي لمركز جواري التخزين، وولاية تيبازا استفدت من زوج مراكز، لزوج انطلقوا. إذا اليوم من بين 350 انطلقنا في 224 مركز، والباقي إنه إلا في اللمسات الأخيرة كإجراءات لكي ما تبقى سينطلق قبل نهاية سبتمبر إن شاء الله. يعني في نهاية سبتمبر تكون 350 مركز انطلقوا، يعني ورشات مفتوحة، ويبدأ الاستلام هذه المشاريع ابتداء من فبراير 25 إن شاء الله. في الشأن الصحي، شكل موضوع الاستعمال المفرط للمضادات الحيوية وتأثيراته الخطيرة على الصحة العمومية محور لقاء علمي جمع خبراء وأطباء أخصائيين. اللقاء الذي أشرف عليه وزير الصحة عبد الحق سايحي شكل سانحة لإبراز جهود الدولة في توفير الأدوية ودعوة المواطنين إلى الاستعمال العقلاني للمضادات الحيوية. الدولة تاعنا توفر كل المجهودات وتجيب الأدوية، وبالتالي نستعملها استعمال غير عقلاني. المضادات الحيوية تستعمل عندما تكون الحاجة إليها. إذن المسألة خطيرة وخطيرة جدا، لذلك دعونا لتنظيم هذا اليوم، أولا للمختصين حتى تكون عندهم دراية بالمسألة كيف يمكن معالجتها، وربما هم عندهم اقتراحات ماذا بنا يظهروا في هذا اليوم. والنقطة الثانية أيضا للمواطن حتى لا يستعمل بصورة مفرطة الأدوية. وبحظيرة الرياح الكبرى بدال إبراهيم، أشرفت المفوضة الوطنية لحماية الطفولة مريم شرفي على فعاليات يوم تحسيسي حول التنوع البيئي وحماية الغابات. وبالمناسبة تم إطلاق 300 بطة بالبحيرة حفاظا على السلالة وتعزيزا لجمالية المكان. هو يوم تحسيسي حول التنوع البيئي وحول حماية البيئة. احنا نعرفوا انه بلادنا انخرطت في كل الاتفاقيات اللي تهتم بالبيئة، واخرها كانت اتفاقية باريس، وايضا الجزائر اتخذت مجموعة من التدابير القانونية والمؤسساتية في مجال حماية البيئة، خاصة ونحن نعيش يعني التنوع البيئي، وايضا مساحة بلادنا شاسعة، تضاريس مختلفة. مليح انه اطفالنا يكبروا بانهم يعرفوا كل ما يتعلق بالتنوع البيئي. دوليا، وفي تطورات حرب الإبادة المتواصلة على قطاع غزة، استشهد فجر اليوم عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال الصهيوني المتواصل لعدة مناطق في قطاع غزة، حيث ارتقى 11 شهيدا معظمهم من الأطفال والنساء، وأصيب آخرون في قصف صهيوني استهدف منزلا في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، فيما لا يزال آخرون تحت الأنقاض. كما استشهد 3 فلسطينيين في قصف للاحتلال الصهيوني على منزل بجباليا شمالي القطاع، وأصيب 4 آخرون في استهداف صهيوني لمنزل بمخيم المغازي وسط قطاع غزة. هذا وأدى قصف صهيوني آخر طال منزلا بمدينة خان يونس إلى استشهاد أم وطفلها. وفي اقتحام صهيوني لمدينة طولكرم بالضفة الغربية، استشهد اليوم 3 فلسطينيين بعد قصف منزلهم المحاصر، كما توقف
قتل 25 فلسطينيا في حملة اقتحامات طالت عدة محافظات. وفي سياق متصل يعقد مجلس الأمن الدولي في هذه الأثناء جلسته الشهرية لمناقشة الوضع الإنساني المتردي في قطاع غزة، بما في ذلك التطورات الأخيرة المتعلقة بانتشال فيروس شلل الأطفال وجهود وقف العدوان الصهيوني على غزة. وكاميرا التلفزيون توثق آثار التعذيب والتنكيل التي يتعرض لها الأسرى في المعتقلات الصهيونية، فصول مأساوية من اللا إنسانية يروي جانبا منها بعض الأسرى المحررين، فيما لا يزال الآلاف قابعين في سجون الاحتلال. مراسلنا من غزة وسام أبو زيد. وصل الأسير الفلسطيني عز الدين مقاط إلى مجمع ناصر الطبي لتلقي العلاج ليلتقي بزوجته التي عبرت عن سعادتها خلال أول لقاء لها بعد أشهر من الاعتقال وفقدان الاتصال والتواصل معه، وذاق مرارة السجون وعذابات السجان. أوضاع الأسرى صعبة جدا، يعني تنكيل فيهم بشكل مش طبيعي، العذاب يعني بكذا شكل، يعني احنا شفناش العذاب، احنا شفنا فنون العذاب، شفنا بتفننوا كيف بيعذبوك، بتفننوا كيف ايش في حاجه بتضايقك، ايش في حاجه بتتعبك يعملوها، يعني الكلبشات الحديد من اول يوم من اصرت فيه لا اخر يوم، لا يومنا هذا والكلبشات الحديد في ايدي، التعصيم العينين قعدت 50 يوم معصم العينين، فيش ما ارتفعتش العصمه هذا عن عيني 50 يوم. فالاحتلال الاسرائيلي أطلق سراح 25 أسيرا من بين أكثر من 5000 اعتقلوا منذ بدء العدوان، وظهرت عليهم آثار التعذيب وأماكن الأغلال في أيديهم وأرجلهم، ويروون ما تعرضوا له من ضرب وتكسير وإذلال وتنكيل. دليل العذاب أول ما خدوني كتلوني، يعني قطعوني في الدبسيات والعصي، حطوا لي في إيدي بلاتين، إذا ما عذبكاش وما شافش معك نزل منك دم ما يعذبكاش، لازم الدم يكون أول السبب بعد ما يخلص منك تعذيب، إذا ما عذبكاش يطلع الكلب كلاب فوق راسك وعلى جسمك يمشوا. لكن الفرحة لم تكتمل عند هذه المرأة، وما زالت تنتظر على أبواب المستشفى تسأل الأسرى المحررين عن ابنها، ربما يكون على قيد الحياة أو أنه استشهد داخل السجون بعد أن انقطع عنهم الاتصال في حصار مجمع ناصر الطبي خلال التوغل البري قبل أشهر. وأم أخرى تبكي بحرقة أسمى أمانيها أن تعرف مصير ابنها. أنا مفقود له 15 يوم، أنا راضي بحكم ربي، إذا ميت ولا طيب، بس المهم يبين لي. أنا دفنت 2 عسبة أنهم ابني وابن جيراننا مع بعض، في الآخر طلع مش ابني. أنا جيت أجري على المستشفى، كل ما بسمع اسم أسير طلع باجي أجري له، سمعت باسم معتز يقولوا له لا، سمعت باسم محمد معين عبد العال يقولوا والله مر علينا الاسم هذا، بس مش متأكدين وين هم. فلا سبيل للعائلات الفلسطينية هنا سوى المزيد من الانتظار لتعرف مصير أبنائها، إما شهداء أو أنهم مفقودين في الأسر عند الاحتلال ولا تراهم العين أبدا. وسام أبو زيد، التلفزيون الجزائري، فلسطين. في أخبار الرياضة، ولحساب إياب الدور التمهيدي الأول لمنافسة رابطة أبطال إفريقيا، يواجه اليوم فريق مرودية الجزائر نادي واتانغا الليبيري بملعب مصطفى تشاكر بالبوليدة في مباراة تجري دون جمهور. وكان ممثل الجزائر قد فاز في مواجهة الذهاب بنتيجة هدفين دون رد بملعب نيلسون مانديلا بالعاصمة. وفي حال تأهل المرودية إلى الدور التمهيدي الثاني ستلاقي المتأهل من مباراة اتحاد المونستير التونسي وجمعية إبسية التشادي، حيث سيكون لقاء الذهاب مبرمجا خارج الوطن، فيما تلعب مباراة العودة بالجزائر ما بين 20 و22 سبتمبر القادم. هذا وبإمكان الجمهور الرياضي متابعة مواجهة واتانغا الليبيري ومولودية الجزائر اليوم على القناة 6 الشبابية بداية من الساعة 8 مساء. تحضيرا لموسم السياحة الصحراوية، تعزز قطاع السياحة بولاية ابن عباس بمشروع منشأة فندقية جديدة، ما يشكل قيمة مضافة ودعما للبنى التحتية قصد استقبال العدد الهائل من السياح المحبين للسياحة الصحراوية. نورة بن شيخ. الواحة البيضاء جوهرة الثورة ابن عباس بموقعها الجغرافي المتميز، إذ تتوسط وادي الثورة والعرق الجنوبي الغربي ما يجعل منها وجهة للسياح المحليين والأجانب.
تبقى في حاجة إلى بنية تحتية لتعزيز قطاع السياحة. ويعد هذا المشروع لبناء فندق سياحي قيمة مضافة للولاية المستحدثة في إطار الحركية التنموية التي تعرف انتعاشا في الآونة الأخيرة. السيد هذا شراء أرض قرابة نصف هكتار وشيد عليها هاد التحفة اللي هي فندق حداوش الثورة اللي يتسع ل 43 يعني غرفة بقرابة يعني 90 سرير، وإن شاء الله سوف يعرف الانطلاقة نتاعه مع بداية سنة 2025 وتكون يعني بادرة خير على موسم السياحة الصحراوية لسنة 2024-2025. كان عندها تسهيلات في التمويل ثنائي، وين يعني اعتمد على أحد مؤسسات المالية الجزائرية اللي هي بنك التنمية المحلية ويلقى كل التسهيلات. إن شاء الله الأمور تجري على ما يرام. هذا الصرح السياحي أخذ صاحبه بعين الاعتبار خصوصية الطابع العمراني للمنطقة، ومن شأنه خلق مناصب شغل لفائدة أبناء الولاية. اليوم رانا في المشروع هذا، ان شاء الله في مشروع اخر يعني اللي هو مركب سياحي اللي خدا يعني رخصه البناء وصاحبه يعني في الاجراءات الاخيره للانطلاق، وان شاء الله القادم افضل. وسيسمح هذا الانجاز بمواجهه التدفق السياحي الذي بدات تعرفه المنطقه في السنوات الاخيره، والتي اصبحت وجهه سياحيه بامتياز لمكانتها المرموقه في السياحه الصحراويه. بهذا نصل إلى ختام النشرة، ألقاكم في نشرة الخامسة. السلام عليكم.